السلام عليكم، مازيول فلون، يومكم سعيد مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من قهوة وجرنان. لمن لم يقرأ الجرائد الوطنية لنهار اليوم سأوفيه في البداية بأهم ما جاء في صدر الصفحات الأولى، والبداية بيومية النهار التي كتبت في صدر صفحتها الأولى بفضيحة ثقيلة ومن العيار الثقيل هزت قطاع التربية، وقالت هكذا: أنجح مديرون ومستشارون التلاميذ راسبين في الامتحان. المدير السابق لثانوية كريم بالقاسم نايت بالقاسم بالدار البيضاء وثانوية رشاوي بوعلام في الجزائر الوسطى في قلب الفضيحة. المتهمون قاموا بتزوير كشوف النقاط والشهادات المدرسية مقابل عمولات في العاصمة. في موضوع آخر، وفي موضوع التشريعيات، انسحاب ثلاث وزراء وأسماء جديدة تترأس قوائم الأفلان. القوائم حملت مفاجآت كبيرة وإبعاد شبه كلي لحاشية الأمين العام السابق للأفلان عمار سعداني، وأطباء وصيادلة يتلقون تعويضات عن أدوية بأسماء مجانين. إلى جريدة الحوار، عريبي على رأس قائمة العاصمة بالإجماع حسب ما يقول الأخضر بن خلاف القيادي في حركة العدالة والتنمية. وكذلك تساءلت جريدة الحوار: ماذا يحدث للمدارس القرآنية يا محمد عيسى وحنون للمرتبة الخامسة على رأس قائمة حزب العمال بالعاصمة؟ 874 طعنا قبلت لمكتتبي عدل 2001-2002 حسب وزارة السكن والعدل، وزارة السكن والعمران والمدينة. إلى جريدة صوت الآخر، رؤوس قوائم لا يحظون بالقبول، الوزير نوري مرفوض بباتنا، واحتجاجات لاهبة بالسكرة والمسيلة والأغواء، تضارب في الأرقام بين منيا مسلم وطيب لو حول صندوق المطلقات. هكذا انتقمت بيجو من الجزائر، وكذلك وضعت مقرها لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في المغرب. جريدة المشوار، السياسي: أحزاب تنفجر من الداخل، قوائم التشريعات تخلف احتجاجات واستقالات جماعية، حافظوا على حالة التأهب القصوى. الفريق قايد صالح يؤكد خلال اجتماعه بقيادة الناحية العسكرية الثالثة: أبناؤنا ليسوا فئران تجارب، يقول أو أولياء الأطفال والتلاميذ يردون على تطمينات الوزارة حول لقاح الحصبة. في جريدة النصر، ونختم بها، قوائم المرشحين للتشريعيات أمام غربال الإدارة بعد انتهاء وانقضاء أجال إيداع الملفات، وقضاة الملاعب الحكام متهمون أم ضحايا، فاعلون في الوسط الكروي يناقشون أزمة التحكيم في الجزائر، سلال يشرف على إعادة تشغيل الفرن العالي بمركب الحجار على هامش مشاركته في الثلاثية التي ستعقد ابتداء من اليوم بولاية عنابة. إذا المشاهدين الكرام، كان هذا أهم ما جاء في صدر الصفحة الأولى لبعض الجرائد الوطنية، شيء من تفاصيل وشيء من التحليل حول هذه الأخبار وهذه المعلومات، ولكن كالعادة بعد فاصل قصير. هكذا أنجح مديرون ومستشارون تلاميذ راسبين في فضيحة من العيار الثقيل تهز قطاع التربية. فجرت مديرية التربية الجزائر الشرق فضيحة من العيار الثقيل، كادت أن تعصف بمصداقية القطاع بحكم أنها تمس بالمستوى الحقيقي لعدد من التلاميذ وبطريقة مباشرة الأداء التربوي، ويكشف السبب الحقيقي وراء تقهقر المستوى التعليمي للتلاميذ، وهذا بعدما كشف عن تزوير عدد كبير من الشهادات المدرسية للتلاميذ راسبين تم إنجاحهم بالمحاباة، وتسلم موظفون تربويون ومزايا غير مستحقة للحصول على شهادات مدرسية بتوقيع ناجح تورط فيها مدير ثانويات ومراقبون عامون وأولياء التلاميذ. في قطاع الصحة، أطباء وصيادلة يتلقون تعويضات عن أدوية بأسماء مجانين، فضيحة أخرى تهز قطاع الصحة أو قطاع الضمان الاجتماعي. تقول جريدة النهار في صفحتها الرابعة: فجرت مصالح الضمان الاجتماعي لولاد ميمون شرق تلمسان فضيحة مدوية، تورط فيها صيادلة أطباء وموظف مكلف بتحرير وصولات زيارة الطبيب، حيث كان المعنيون يحررون وصفات طبية موقعة على بياض لتملأ
بأسماء مرضى من دون علمهم قصد الحصول على تعويضات مالية على الأدوية التي توشك على انتهاء صلاحيتها بصيدليتين، وعليه تم جني أرباح طائلة من وراء هذا النشاط الذي سرعان ما فجرته المصالح المذكورة بالتنسيق مع إدارة مستشفى دائرة ولاد الميمون عقب تسجيل خروقات كبيرة في عملية تعويض أدوية مختلفة من دون علم أصحابها أو استشارتهم. إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، حرق 75 مليار من السجائر المحجوزة سنويا. كشفت آخر المعلومات التي تحصلت عليها جريدة النهار عن فضيحة من العيار الثقيل، بيّنت كيفية إتلاف أموال فاقت قيمتها 70 مليار سنتيم جراء التخلص من سجائر عالمية تكون غالبا محل تهريب. وقالت مراجع للنهار أنه كان يمكن استغلال هذه الأموال في تضخيم خزينة المديرية العامة للجمارك أو تحويلها على الخزينة العمومية لاستغلالها في إنجاز مشاريع مختلفة تعود بالفائدة على البلاد، خاصة في الظرف الراهن الذي تعرف فيه الجزائر أزمة مالية خانقة. في موضوع التشريعيات، وفي حزب جبهة التحرير الوطني انسحاب ثلاث وزراء وأسماء جديدة تترأس قوائم الأفلان. شكلت القوائم النهائية لحزب جبهة التحرير الوطني سوسبانس كالعادة من خلال الأسماء والكيفية التي يتم من خلالها اختيار متصدري القوائم، والتي عرفت إبعادا شبه كلي للمقربين من الأمين العام لسابق عمار سعداني، وهو ما يعكس تماما وعود خليفته جمال ولد عباس الذي أكد في العديد من المرات أن تشريعيات ماي 2017 ستحمل الكثير من المفاجآت. جريدة الشروق اليوم 5 ملايين غرامات مالية لكل سائق أجرة ينقل الجزائريين إلى تونس. احتج بالمعبر الحدودي بالطالب العربي المتاخم للمعبر الحدودي التونسي ليلة السبت أصحاب السيارات الأجرة العاملون بإقليم ولاية الوادي جراء منع السلطات الأمنية التونسية لهم من العمل على التراب التونسي، وذلك بدعوى عدم امتلاكهم لتصاريح رسمية من السلطات الجزائرية. وكشف عدد من سائقي الأجرة أن دوريات الحرس والشرطة التونسية خصوصا بولاية توزر الحدودية والمتاخمة لولاية الوادي في الجانب الجزائري من الحدود تفرض غرامات مالية باهظة تتعدى 5 ملايين سنتيم بالعملة الجزائرية، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة حقيقية بين الجزائر وتونس شبيهة بالأزمة التي عرفتها ضريبة الدخول إلى تونس الصائفة الماضية. المشوار السياسي، سونالغاز تطلق خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير. الصفحة 4 من جريدة المشوار السياسي نقرأ: سيكون بإمكان حاملي بطاقة ما بين البنوك تسديد فواتير تسديد فواتير الكهرباء والغاز عن طريق الانترنت بعد التوقيع اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاقية بين مجمع سونالغاز والبنك الوطني الجزائري. وتتيح هذه الاتفاقية لحاملي البطاقات البنكية الصادرة عن بنك الوطني الجزائري أو أي بنك آخر في البلاد إمكانية دفع فواتير استهلاك الكهرباء والغاز عن طريق الانترنت من خلال 4 مواقع إلكترونية لشركة التوزيع التابعة لمجمع سونالغاز، وذلك 24 على 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع. كذلك جريدة الخبر، فتنة تلقيح التلاميذ. انتقدت جمعية أولياء التلاميذ غياب المعلومات المتعلقة باللقاح الجديد الذي سيشرع في تطعيم التلاميذ به بداية من يوم غد، وكشفت أنها ستوجه مساءلة رسمية لوزارة الصحة بخصوص تركيبة ومصدر اللقاح، فيما قدمت وزيرة التربية نوريا بن غبريت تطمينات أكدت فيها أن العملية عادية ومرتبطة بمواعيد دولية، ودعت إلى عدم تحويل الأمور والاستناد إلى بعض التجارب السابقة، في إشارة إلى لقاح البونتوفالون الذي قد يكون وراء وفاة 3 رضع في الوقت السابق. جريدة المحور اليومي، قانون جديد لردع المضاربين وخفض أسعار الأسماك. قريبا تعكف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على التحضير لقانون جديد ينظم ويضبط نشاط الوسطاء والمتعاملين في شعبة الصيد البحري وكذا ردع المضاربين، بغية خفض أسعار السمك ليكون في متناول المواطن البسيط، إضافة
إلى تسطير برنامج استثماري مهم للوصول إلى إنتاج سنوي يصل إلى 200,000 طن بعد تسجيل عجز يقدر ب 100,000 طن سنويا. من جريدة المحور إلى جريدة وقت الجزائر. الترشيحات تحدث فتنة في الأحزاب السياسية. انتهت أمس الأجال القانونية لإيداع قوائم الترشيحات الخاصة بالتشريعيات الرابع من شهر مايو القادم على وقع احتجاجات وفتنة داخل عديد الأحزاب التي اتهمت فيها القواعد قيادتها بإجراء عمليات تشريحية في آخر لحظة من أجل فرض مترشحين وإقصاء آخرين. وكان لافتا أن تتأخر أحزابا إلى غاية الساعة الصفر من يوم أمس لإعلان قوائم بعض الولايات وخاصة العاصمة، وهو ما حدث داخل حركة حمص وقبل ذلك الحركة الشعبية الجزائرية، حرب تموقع حول من يكون متصدر قائمة العاصمة. إلى جريدة الحوار. في حوار للأخضر بن خلاف القيادي بحركة النهضة وبالاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، يقول عريبي ترأس قائمة العاصمة بالإجماع. نقرأ الحوار في صفحة الثالثة. تقول الجريدة: أكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية الأخضر بن خلاف أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء قد ضبط قوائمه نهائيا عبر 48 ولاية في الدوائر الأربعة بالمهجر بالشكل النهائي، بما فيها قائمة العاصمة التي جرى حولها الكثير من اللغط والجدل، خاصة أمام أن أطرافا شككت وتحفظت على شخص حسن عريبي الذي اختير بمحضر رسمي وقعه رؤساء الأحزاب الثلاثة ليكون على رأس قائمة العاصمة حسب الأخضر بن خلف. جريدة البلاد: الجيش سيخلص الجزائر نهائيا من شرور الإرهاب. أكد نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن تمسك الجيش الوطني الشعبي بمقومات شعبه وقيمه الروحية يزيده عزما لمواصلة القضاء على بقايا الإرهاب وتخليص الجزائر نهائيا من شروره. وقال الفريق أحمد قايد صالح أن تمسك الجيش الوطني الشعبي وتعلقه الشديد بمقومات شعبه وقيمه الروحية والوطنية هو المسلك الذي سيتقي منه قوتها وسيستقي منه قوته حفظا للجزائر من كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها. إلى جريدة الإكسبريسيون. نعم، جريدة الإكسبريسيون. وعود الحكومة الأخيرة: تجتمع الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل البطرونة في اجتماع الثلاثية اليوم بعنابة بفندق الشيراتون في طابعتها 20، حيث ستخصص أساسا لتقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة على عكس الثلاثيات السابقة التي ناقشت عدة ملفات هامة، في حين يرى خبراء الاقتصاد أن تنظيم حدث اقتصادي مهم بدون تخطيط دقيق ستترتب عنه نتائج سلبية. وتمحورت هذه الملفات فقط حول إبقاء جدول الأعمال مفتوح. من الإكسبريسيون إلى جريدة لوسوار دارجيري: مرسوم جديد لتنظيم عمل وطريقة إنشاء دور الحضانة حسب ما كشفت عنه وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة مونيا مسلم، التي قالت بأنه سيتم تقديم مرسوم تنفيذي لتنظيم نشاط الروضات، مشيرة إلى أن روضات المنازل موجودة في جميع الدول لكنها خاضعة لإجراءات تنظيمية من أجل القدرة على المراقبة للحفاظ على سلامة الرضع المتكفل بهم، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار مرسوم مع الشراكة مع وزارة التجارة لتحديد أسعار الروضات. نصل إلى مختصراتنا مشاهدينا الكرام. التقشف يلغي احتفالات بعيد المرأة. أكدت وزيرة التربية والتضامن الوطني والأسرة مونيا مسلم أنها لن تحتفل رسميا هذه السنة بعيد المرأة المصادف للثامن من شهر الجاري مثلما كان معمول به في السابق، وذلك لكون الوزارة ستصرف الميزانية المخصصة لهذا الاحتفال في الأمور الضرورية الأكثر أهمية. فهل ستلغي جميع الاحتفالات أو ستلغى جميع الاحتفالات بعيد المرأة في جميع القطاعات، أم أن الأمر سيقتصر فقط على وزارة التضامن دون غيرها من الوزارات؟ يوسف خبابة بعد
العريبي بعد جدال وبعد أخذ ورد تراجع النائب البرلماني يوسف خبابة عن قرار سحب ملف ترشحه من قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بعد تزكية حسن عريبي على رأس القائمة، حيث قرر خبابة العدول على الانسحاب وخوض غمار التشريعيات في المركز الثاني بالقائمة بعد حسن العريبي. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا أهم ما جاء في معرض الصحافة لنهار اليوم. سنناقش فيما بعد الحصول أو إداع قوائم الانتخابات، إداع قوائم الأحزاب للإدارة، زلزال في بيت الأحزاب السياسية، كيف ستكون الحملة الانتخابية، كيف تواجه القاعدة بعض قوائم الأحزاب التي لم تكن في مستوى المطلوب ولم تكن في مستوى تطلعات القواعد الحزبية بالنسبة